صباح الخير وأحلى الأمنيات معكم مشاهدينا عبر قناة أوغريت وأيضا مستمعينا عبر إذاعة أمواج FM. معكم ضمة ورد ومتابعين بأطفو ورودنا من بساتين الفن والإبداع، ليكون عنا باقة ورد وكل جمعة عنا جمعة مع ورودنا مع عطرنا البفوح من الفنون اللي بيحملوها ضيوفنا. وبالبداية عطر الورد من آلة العود وهالمقطوعة الموسيقية اللي رح نبدأ فيها مع عازفنا اللي رح نعرفكم عليه، بس نسمع المعزوفة. يا صباح الخير وصباح الورد لأول وردة معنا، فنان عريق يعزف ويغني، صاحب تجربة فنية، هو خريج فرقة زنوبيا اللي بنعرف هي دائما اعتادت انه تقدم الفن الأصيل عبر تشكيلاتها الفنية اللي بتقدمها. يسعدنا نرحب بالفنان ياسر ديوب. صباح الخير استاذ ياسر، صباح الورد. صباح الورد، صباح النور، الله يسعدك فيك. استاذ ياسر، حكاية طويلة انت مع الفن، مع آلة العود، بنحكي هيك عن أولى ملامحك هيك اللي تشكلت عندك لتابعت فيها واستمريت، واليوم حضرتك اسم من الفنانين العريقين المعتز فيهم. أنا سعد صباحكم مرة ثانية. أنا من صغري يعني أستاذي بالمدرسة نوه علي، قال لي لازم تتعلم آلة موسيقية، أنت صوتك حلو لازم تتعلم آلة موسيقية. فأخذت الكلام بمحمل الجد، وأنا عندي رغبة إني أتعلم. فقبل سافرت على دمشق على الشام هون، لأنه كان عندنا بالضيعة ما في مجال نتعلم. فدخلت عند الأستاذ ميشيل عواض الله يرحمه ودرست عنده آلة العود. يعني صوت جميل مع حب لأنك تتعلم الموسيقى، هون يعني اكتملت الحالة يعني عزفا وغناء. طبعا لأنه بالعود يهذب الصوت، فمحل في مقامات عالمي ما بزبطه العود بيركز الصوت بيخليه يقول العلامة صح الواحد المطرب أو أي صوت، يعني ما ضروري يكون مطرب إذا بيغني مع العود بيجيب له صوته. يعني هلا عنا كتير شباب يعني أصوات جميلة بريفنا الجميل اللي بتميل هيك للون اللي بيشبه البيئة، حضرتك منهم اللي غنيت شيء له علاقة بالبيئة الجبلية اللي حبيته وديع الصافي وفؤاد غازي. يعني تربت هاي الأصوات اللي هي تشوف حالها هي قادرة تحاكي تجربة هؤلاء الكبار بصوتهم، فهي هي الأغاني اللي تربيتوا عليها. إيه أكيد، وديع الصافي والعملاق الله يرحمه والأستاذ فؤاد غازي الله يرحمه كمان، يعني هني حببونا بهاللون فتعلمنا منهم وصرنا نغني مثلهم، يعني صرنا نحاول نقول الكلمة حتى كيف عم يقولوها بس لحتى نتعلم منه. طبعا هم مدرسة، يعني بغني لهم والبيتقن غناءهم مدرسة بحد ذاتهم، لكن هذا ما منعك انك تطلع لدمشق للعاصمة تدرس الموسيقى. وتعلمت غير يعني غير ألوان تانية، درست كلياتها طبعا يعني طربي فيما بعد، يعني يعني بده ياخذ هذا المشروع الفني بحياته بقى بده يغني يعني معظم الألوان، ولو انه هو في بالأساس لون محبب لإله أكثر. هو اللون الجبلي محبب لإله أكثر، فلازم نغني كل الألوان. المطرب لازم يتقن كل الألوان، يعني ما بس انه حتى المصري حتى فنحن هنا هون بسوريا جامعة الالوان الوطن العربي كلياتها، عندنا الفراتي عندنا الجبلي عندنا يعني حتى جبل بين لبنان وسوريا. طبعا تنوعنا بتنوع بيئاتنا يعني الحقيقة. طب شو رأيك نبدأ بشيء هيك من الوديعيات؟ يلا. صغار وعمرهم بعد الطريق، كانوا صغار وعمرهم بعد الطريق، ولا من عارف بهم ولا من دري، إلا بجيب الريق
تلعب معك بكتب عيونك عشتيتا تكبري. كان يا ما كان في بنت وصبي إلا بعمر لك أصرتا تلعبي تلعبي. كان يا ما كان في بنت وصبي إلا بعمر لك أصر تلعبي تلعبي. ودار الزمان وبعد في كومة احجار إلا يا أيام الصغر لا تهربي. هو طلي عاحي بعد غيبة سنة لقيت الدنيا متغيرة ذاك الدنيا مثل الغريب. مرقت قدام البواب مثل الغريب مرقت قدام البواب. أو لحدا منهم سألني شو بني عالعين يم الزلاف زلفة يا عيناي تلتين ماشيك الدهلع كيلو شاكر في كيلو شاكر في. يسلم هالصوت وهالأنامل. أنا كنت بدي أقول لك قبل ما تبلش بأبو الزلف إنه قدين إحنا عنا موروث من مواويلنا الساحلية اللي ممكن كمان هي دائما تتردد بالسهرات. نحن عنا موروث شفهي أخذوه وتوارسوه مطربينا الشباب حتى اليوم اللي عم بيكرروه هو كله من هذا الموروث هذا الإرث الفني اللي عنا. شو ممكن نسمع شيء موال من مواويلنا الساحلية؟ تفضل. رح نقول عطابة للأستاذ الله يرحمه فؤاد غازي. سجيلي من خيوط الحب عروة سجيلي من خيوط الحب عروة تشعر مثل ابن الورد عروة. آخ يا با يا با يا با يا با والله انسجيلي من خيوط الحب عروة تشعر مثل ابن الورد عروة. ولا قلب يا من ضني ما ضل ولا قلب يا من ضني ما ضل عروة من عراك وما تخد باللهاب. يابا يا يابا يابا. الله يسلمه يا أستاذ ياسر. فرقة زنوبيا وقضيت سنوات بالعمل معها غناء ونعرف يعني أنه فرقة زنوبيا قد هي حاولت تقدم بانوراما الفن السوري رقصا غناء تشكيلات لوحات موسيقى وحتى هني كمان قدموا أغاني خاصة فيهم لكن هي من وحي هذا التراث. نحكي عن هاي المرحلة وشو أغنت تجربتك أيضا؟ فرقة زنوبيا مدرسة
جمعت كل الفنون السورية بالإضافة للفنون العربية. تعلمنا منها كثير في فرقة زنوبي، تعلمت من الموشحات، تعلمت منها في النغمات الموسيقية، عملوا لنا دورة سولفيج، الكورال كان كلها يبعث لنا الإدارة عملوا لنا دورة سولفيج لكل الكورال. بالإضافة الوصلات اللي كنا نغنيها عن كل محافظة، مثلا كنت أغني وصلي أنا وإذكره بالخير ما بعرف فاتن مصطفى. فاتن مصطفى نعم، هي كانت كانت في وصلة دمشقية غنية أنا وياها، كان في سولو إلي ولإلها. نسمع شيء منهم يا ريت. طابت ليالي الهنا وغنى الوتر على العود، يا عودي كلك غنى ومن بحر جودك جود. طابت ليالي الهنا وغنى الوتر على العود، يا عودي كلك غنى ومن بحر جودك جود. اشتقنا لجلسة سمر، نغم يميل قدود، عد يا زمان الصفا دخل الحبايب عود. حبيبي حلالي بلالي دايم الدوم طالب وصالي، ومن الشباك لرمي لك حالي. يا حبيبي حلالي بلالي دايم الدوم طالب وصالي، ومن الشباك لرمي لك حالي، ومن الشباك لرمي لك حالي، ومن الشباك لرمي لك حالي يا عين، ومن الشباك لرمي لك حالي، ومن الشباك لرمي لك حالي، ومن الشباك لرمي لك حالي يا عين. يا حلو يا شغل بال، يا حلو يا مسلين، يلي بنار الهجر كوين، املى المدام يا جميل وسقين يا عين. من كتر الشوق عليك ما بنام. هذا الميكس الحلو اللي اعتمدته كثير من الفرق، المزج بين الوان الغناء السوري، لان هن كمان كانوا عم بيقدموا فولكلور رقص معه، فهن اعتمدوا هالنوع من الميدلي، يعني يدمجوا اغاني مع بعض. في محطه مهمه بحياتك ايضا هي لقائك مع الفنان صباح فخري، الله يرحمه، واللي كمان من خلال يعني اكيد القدود والموشحات واللون الغنائي اللي قدمه هو مدرسه بحد ذاته. ايضا نحكي عن هاي المرحله. هاي مرحلة في حياتي ما بنساها. أول مرة التقيت فيه كنا بسهرة، وكان الأستاذ رضوان سرمية الله يرحمه عم يغني، فتفاجأت فيه هناك وطلبوا مني إطلاع غني، وطلعني الأستاذ رضوان سرمية. كان شو بدي أغني قدام الصفا صباح؟ طلعت عن برجي فيك من فوق لتحت، طلعت على المسرح انا ظهري هيك للهي وصاير وراني هني، وقت التفتت ما شفته، اخذت روح شوي انا هيك. فشو بدي اغني قدام صباح؟ فقلت خليني اغني الليل الجبلي، غنيت لفؤاد غازي. انا بنص الاغنيه كان اجى هو، كان بالاداره، اجى وقف على الباب وعم يطلع مين عم يغني، لانه ترك رضوان عم يغني ورجع لقى شخص ما بيعرفه هو. فإجا قاعد، كان الله يرحمه كمان فاتن حناوي كانت معه. فإجيت أنا على المسرح عم سلم عليه، قال لي
حلو بالجبلي حلو، سمينا شي طربي. انا التفت صرت بقى عم بقول شو بدي غني طربي قدام، بدي يدوزنك على الطربي يعني معروف فنان صباح فخري. فغنيت كملت الاغنيه اللي عم غنيها ولسه ما خطر ببالي شو بدي غني شي طربي. فطلعت معي وقتها كانت ضاربه اغنيه الله موسيقار الاجيال عبد الوهاب من غير ليه. فقلت له للفرقة الموسيقية، قلت له كان الله كمان حسان تيناري رئيس الفرقة الموسيقية، قلت له عملنا من غير ليه عملها. قال لي بتغنيها؟ ما كان إلى سنتين طلع. قلت بدي أنا يا بدي أكمل من هون على المسرح يا أما برجع بيتنا. فاشتغلنا أغنية من غير ليه. وجيت لعنده سألته، قال لي بكره بتمر لعندي على النقابي، كان نقيب فناني هو. والحمد لله بعدين مش الحال شجعنا واخذنا الاوكي اخذنا الاوكي منه. نعم نعم. شو بدك تسمعنا؟ إما من وحي هي الذكرى اللي صباح فخري، او اذا بتحب هي الاغنيه اللي قدمت لي اياها اغنيه من غير لي. نعرف لي ولا ريح فين ولا عايز ايه، جايين الدنيا ما نعرف لي ولا ريح فين ولا عايزين ايه. مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غربة ليالينا، مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غربة ليالينا، يوم يوم تفرحنا ويوم تجرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه ليه ليه. وزي ما جينا ومش بايدينا بايدينا، جينا وزي ما جينا جينا ومش بايدينا بايدينا، جينا زي ما رمشك خد ليالي وحكم وامر فيها وفيا، زي ما رمشك خد ليالي وحكم وامر فيها وفيا، ولقيت بيتي بعد الغربة في قلبك ده وعيونك دي، ولقيت بيتي بعد الغربة في قلبك ده وعيونك دي، ولقيت روحي بحضن قلبك بحلم واصحى وعيش على حبك حتى في عز عذابي بحبك. عارف ليه من غير ليه؟ عارف ليه من غير ليه؟ من غير ليه يا حبيبي بحبك. الله يسلمه يا استاذ. ونحن مع الورد وعطر الورد ومكملين وردة وردة لحتى تكون عنا اليوم باقتنا، لابد مع الموسيقى مع الغناء أنه نلون ونشوف الفن التشكيلي بألوانه المختلفة. معنا شاب اختار بحياته ومشروعه الفني
من خلال الفن التشكيلي دراسة طبعا قبل موهبة ودراسة. ومنقول صباح الخير لوردتنا اللي راح تنضم إلنا أدهم مناع، ومنقول لك صباح الورد أدهم، أهلا وسهلا فيك. هلا بنوى يا لما هلا حبيب ومغرم بالهوى بابا نزلوا على بنت الأمارة جاب الأمارة. صباح الورد أدهم أهلا وسهلا صباح فيك نور. يا هلا أدهم، مع الألوان هيك ونحن طبيعتنا الجميلة بحد ذاتها هي مثل ما قلنا قبل شوي إنه في مدارس تعلمنا الموسيقى، بيئتنا بتعلمنا فن، فجملة هيك من الألوان الجميلة بتحيط فينا بتخلينا ربما نحدد خياراتنا. أنت كان خيارك بمفردة الألوان الريشة صح. والألوان يعني لنحاكي هذا الجمال وهي الطبيعة، كيف كان هذا الخيار؟ خيار جميل يعني الفن هو مثل أي حاسة موجودة بحسها أنا عندي يعني إنه حياتي فأنا يعني دخلت عن حب و يعني ورغبة. أنت بعرف هلا أنت دخلت إنه هلا حاليا أنت سنة رابعة فنون جميلة صح، لكن أنت من طفولتك عندك هاي الموهبة اللي صح. أنت ما حبيت إنك يعني إنها تروح لبجانب شيء تاني، إنما كانت هي موهبتك ودراستك بنفس صح الوقت صح. لأنه شيء من الداخل يعني مو إنه بقى من شان المادي أو من شان يعني هي حياة بحب أعيشها يعني بالفعل. شو كانت أولى رسوماتك هيك من خلال تأملاتك حبك للرسم؟ بحب أرسم الأشياء يعني الخيالية اللي بترمز لشغلات بتمس واقعنا وهيك يعني بحب يعني أرمز لشيء من خلال شيء ثاني. هيك من البداية يعني من بداياتك الأولى واحد أول ما بيبدأ يرسم بيرسم شوي شيء واقعي شيء موجود قدامه؟ لا عطول كنت أرسم هيك بس أول شيء ما كانت القدرة أسا عندي يعني لبين ما صار في عندي شوية تدريب وشوية خبرة يعني صرت عم أعمل هالتجارب. هلأ بيميل للترميز بده يكون موازيه فكر يعني ثقافة وفكر هو لحتى يعني يحس إنه هو قادر يجرد الفكرة صح. أكثر فهو موجود الفكر، فالفكر مثل الفن هو واحد وتتعددت الوسائط يعني فأنا من سبيل الرسم بعبر عن الأفكار اللي بملكها وعن الفلسفية الخاصة اللي فيني فلهذا الشيء اخترت الرسم، شفته أكثر شيء معبر وأنا يعني بيخدمني إلي ليش في شيء شخصي يعني وقت اللي برسم بنبسط فيه يعني بس شوف اللوحة قدامي منتهي يعني بحس شعور عن جد كثير ما بعرف وصف. بتحس إن حكت اللي جواتك أيوة حكت تمام. أفكارك هواجسك. شو أكثر شيء اليوم بيسيطر على شبابنا من هواجس يعني بيحبوا فعلا يقدموها بالفن بالشعر؟ بنشوف هذا الشيء مجسد أكثر. شو الهواجس اللي بتعيشوها بتحبوا فعلا تقدموها ويقرؤوها الناس معكم؟ ما بعرف الصراحة شو بدي أحكي بهذا الموضوع لأنه هو بالنسبة شخصي يعني لأنه دائما بحس في شيء عندي مختلف عن الواقع يعني فلهذا السبب ما بقدر جاوب على السؤال يعني لهذا السبب بتلجأ للترميز مثلا؟ أيوة شخصي يعني شيء شخصي بحس أكثر من أنه شيء عام. مشاعرك الخاصة يعني من حب من آلام من آمال من أنا كتير بحب الانفعالات البشرية يعني كيف في كتير انفعالات بحب أعبر عنها فلهذا الشيء أكيد مني أنا بدي أخذ الانفعالات هي موجودة فيني فمثل ما بشوفها عندي فهي أكيد موجودة عند كل شخص. هذا الشيء عم شوف منه ببعض اللوحات لأن في شق تاني هيك أميل للشيء التقني أو الإعلاني، اللوحات اللي فيها هيك حالات وجدانية هي اللي عم تحكي عنها حاليا اللي هلا عم تمرق معنا صح. إيه وهلا بالنسبة للشيء الإعلاني هي رسم إنه تجاري مثلا بالنسبة لدراستي فبدي شيء اشتغل معه يعني مشان بتعرفي المادة تمام فبضطر اني اشتغل شيء تجاري هذا يعني مثلا تمام هذا شيء مطلوب ايوه انما عم نحكي على الشيء الوجداني اللي بيعبر عنك هذا هو اللي انا بطمح له يعني فانا اكيد ما رح ضل اني اشتغل تجاري وهيك انا بحب اني اشتغل شيء فني وله قيمة اكبر يعني لهالسبب اخترت انه تكون دراستك فنون جميلة اكيد يعني كيف حددت انه خلص انا هذا خياري المطلق نعم يعني دراسه زائد هوايه سألت خلص بيطلع لي فنون انا رحت على الفنون طبعا بيطلع له فنون اكيد بتقدم لمسابقه فلولا عندك صح. هذا الشيء تمام لا فورا انقبلت بالاختبارات
كان 2 الاختبارات والحمد لله وبلشت القصة. يعني هلا بس تدرسوا الفن بقى بتبدوا تتعرفوا طبعا على المدارس، تصير عندكم ثقافة، يعني انتوا عم تدرسوا متخصصين هون، كيف تعرفت على ثقافة الفن التشكيلي وتعمقت فيها، يعني بحس انه هي حتى عمقت جواتك هذا الخيار ايضا؟ بحس هذا الشيء نابع من الداخل مو من الخارج. يعني اذا كان من الخارج فبصير مزيف، يعني اذا كان من المحيط بصير مزيف، فهو بحس انه شيء من الداخل للخارج. يعني قد ايه حسيت انه لبى داخلك هذا الشيء، يعني دراستك، استمراريتك عم بيلبي ما جوا انت رغبت فيه من البدايه؟ كثير، وما بتخيل حياتي بدون الرسم والفن. يعني الفن هو ما بس انه بس ارسم، يعني قدرتي لاشوف الجمال، يعني ممكن استمتع باي شيء بسيط بالنسبه لغيري بس انا بشوفه، فهاي كمان سيمه كثير حلوه. أكيد هلأ بالأخير نظرة الفنان، الزاوية اللي بيشوف فيها الكتلة ما أو اللي هو بده تطلع من داخل بشكل عفوي، هي بتكون يعني رؤيته الخاصة، وهون بقى بصمته للفنان. طبعا نحن بكير بنحكي أنه تشكلت هاي البصمة، لكن بجوز ملامحها موجودة. أكيد لا، لحد هلأ أنا ما بحكي أنه صرت أو هي إسا، في كتير يعني شغل بدها كتير شغل كتير، فلهذا السبب مكفى. يعني هون الدراسة كيف عمقت عندك توجهاتك؟ توجهات يعني أفكارك؟ الأفكار ما في الجامعة والدراسة ما بت، يعني ممكن إيه هي فيها ثقافات بس ما بسبب الدراسة، لأنه يعني بالدراسة نحن ندرس الأكاديمي، ف يعني ما بتنمي هذا الشيء. أما إيه ممكن مجتمع تعرفنا على مجتمعات جديدة، ويعني ثقافات بالنهاية، يعني وقت الإنسان بيكون بثقافة وحدة وبينتقل لثقافات متعددة فأكيد صار عنده مخزون وكثير شغلات. لما تعرفت على كل هاي المدارس الفنية، وين شفت حالك أنت بتنتمي أو أنت أقرب لإلها؟ بحب أرسم الواقعي والرمزي والسوريالي كمان، يعني شوي الشغلات الخيالية، ومثل ما حكيت إني أعبر عن شيء، دائما إنه اللوحة تكون بتعبر عن شيء. ما بحب إني أشوفها بس فقط جمال، يعني أي شيء مثلا حتى لو رسمت أي شيء بسيط في إلي رمزية فيه. عندك أعمال بالفحم أسود وأبيض وطبعاً وألوان، هي ضمن يعني المنهاج الدراسي، المراحل اللي بتكون تمروا فيها تدريبية بحسها أنا أكثر، لأنه نحن وقت نرسم فحم أو رصاص فنحن عم نعالج لون واحد، فأكيد بالبداية بدنا نعالج لون واحد لحتى نقدر نعالج ألوان البقية. يعني في كتير هلأ لما بيكون بمرحلة الدراسة ربما يكون في 100 طالب مثلاً عم بيرسموا نفس اللوحة، لكن كل حدا له خصوصية، كيف اكتشفت خصوصيتك مثلا؟ هلا هون ما في الخصوصيه، بتجي ما بعد انه نحن اتقننا، يعني مثل السائق مثلا وقت اللي بيطلع على السياره بصير يفكر كيف بده يسوق، وكيف بعد الممارسه بتصير شيء بديهي، فنحن بنتعلم البديهيات القوانين يعني، وبعدين نخترقها نحن فقط باسلوبنا وبشغلنا. تقدر تقول انه انت اليوم عندك اسلوب خاص فيك، ولا انت لازلت بهي المراحل؟ ممكن عم اصنع اسلوب. عم تصنع اسلوب. الوانك فيها بهجه، يعني اليوم هي روح الشباب نقدر نقول؟ فينا نقول هيك، او حسب اللي بيخدم اللون، هو اللي بيخدم المضمون نستخدمه، ولا حسب الموضوع مثلا؟ إيه لكن مضمون موضوع، فنحن هذا الموضوع بيتطلب هي الالوان فبنحطها. وبالنسبه للنحت؟ النحت مجرد يعني هواي، مو انه ما كانوا قليل ما، بس هي مادة يعني مطلوبة، قليل ما انحت. يعني انا الهدف يعني من لقائنا ادهم اليوم نشوف انه شبابنا لما عم بيختاروا فرع للدراسة هن فعلا اختاروه عن رغبة، يعني قليل ما بنلاقي. طبعا انتم فروعكم اكيد بده يكون عنده موهبة وفي حب، بس يا ترى فعلا ازداد هذا الحب وحس انه هو بالطريق الصحيح عم يمشي؟ اكيد. وانا اهلي كثير شجعوني، يعني مثلا بجوز معظم الاهالي بيقولوا انه انت دور على شيء تستفاد منه مثلا، يعني هي العقليه اللي موجوده كثير بيعانوا منها اشخاص يعني. فانا بالعكس كثير اهلي شجعوني ووقفوا معي ولحد هلا. يعني لمين من الفنانين انت مثلا بتحس حالك انه انت بتحب اعمالهم، بتشوفها دائما، بتحس انه يا ريت انا اكون وصل لهي المرحله، سواء سوريين عرب اجانب؟
انتوا امامكم متسع واسع من التاملات والخيارات. ما في حدا محدد، لانه كل حدا بيعطي شيء، يعني من يعني فيني استمد ومن اي حدا، يعني شوف هذا وشوف الثاني والثالث والرابع وبستمد الخصله اللي بتعجبني منه مثلا. بس انه ما في حدا محدد. بالنهايه اذا بده يحط الواحد قدوه فممكن يصير يشبهه. فانا بحب اني لا أن يكون غير كل تتفرد مثلا، مثل بالموسيقى والغناء استاذ ياسر. يعني الواحد هون كانت مدرستك مثلا فرقه او مطرب، لكن بالنهايه بدك تعمل شيء خاص فيك، تعمل شخصيتك الخاصه. قراءاتك بالفن التشكيلي، هل تكتفي فقط بالدراسه ام انه انت صار خلص بدك تطلع على اوسع شيء متاح وموجود؟ اكيد لا، صار يعني مثل ما ذكرت انه خلص حياتي، يعني يعني حتى مثلا الفيسبوك عندي كله عن الرسم وهيك، يعني بصير بقى في تاثيرات كثير، يعني بعد شفتها يعني هي مره ورا مره، يعني كثير اثر، يعني صار كل شيء في هذا الموضوع بحبه انا وتابعه. شاركت بمعارض، شاركت ب يعني مشاركات ضمن طبعا مشاركات بسيطه يعني. ايه شاركت بكذا معرض طبعا، ومشاركات فرديه مو انه معرض خاص فيني. عفوا، مشاركات انه جماعي. نعم. هلا من خلال اللوحات اللي شفناهم واللي هي يعني اعمالك ورسوماتك، اكثر شيء حسيت انه الزيتي، رسم الزيتي، يعني هذا اختصاصنا بالجامعه رسم والتصوير الزيتي، ف لهيك اختصاصنا. وانت بتميل له اكثر مثلا؟ اكيد هو يعني اقوى ماده، يعني ماده. وهذا بدك تكمل فيه؟ ايه لك. بالمستقبل انت قلت لي حابب هيك تدخل بقى على سوق العمل، يعني تقدم ممكن بقى اعمالك، تقدم غير انه كفنان ممكن تعمل معارضك، تعمل صح. مثل ما قلنا خصوصيتك، انما بقى بدك تقدم، يعني انتم من الطبيعي انه يكون هذا عملك ايضا. صح. فشو الافاق اللي انت هلا حاليا اذا الواحد كثير اطلع لقدام بيصير يتشتت، فانا خلص عندي انا هي السنه بدي اخلصها وباذن الله بيمشي الحال. تنطلق لعالم العمل اللي اليوم هو الفن التشكيلي عموما، الفن، الرسم، الديكور الداخلي، كله مطلوب يعني باي بقعه موجوده اليوم ببيتنا، هلا استوديو، باي صح. مكان، هي اليوم مطلوبه هي اللمسات، وحتى الدراسه الفنيه لاي فراغ موجود. انا بتمنى لك التوفيق، واستمتعنا بهي اللوحات اللي شفناها لك ادهم، ان شاء الله بالتوفيق دائما. رح نروح لعالم اخر من الفنون، لعالم ينتمي الى بيئه جميله وخصبه. فنانه تشتغل بالمشغولات الصوفيه، لكن هي بنفس الوقت ابنه بيئه، بيئه مدينه الرقه، جاي معنا وحامله كثير من هي الخصوصيه بلهجتها، بالوانها، بمشغولاتها، بالجرح النازف اللي حاملته من مدينة الرقة. ومنقول صباح الورد للسيدة اعتدال حسن، وأهلا وسهلا فيكي، تفضلي. هلا بنور يا لما، هلا حبيب ومغرم بالهوى، صبابة نزلوا على بنت الأمارة. يا صباح الورد ست اعتدال، أهلا وسهلا فيكي. صباح الفرح لقلبك الجميل، وشكرا لحسن الاستضافة. شو حاملتي لنا من الرقة هيك أول ما أول كلمتين نعرف إنه اعتدال من الرقة؟ لا تلمني بالرقتين ودعني، إن قلبي بالرقتين رهين. الله، أهلا وسهلا فيك. سلام. وست اعتدال، تحب الأعمال التطبيقية الفنية، وعم تشتغل هيك مشغولات كتير حلوة وملفتة، وطبعا كونها هلأ هي باللاذقية أتيح إلى المشاركة بمعارض وعم تقدم هاي المشغولات، منحكي عن هذا الاهتمام الفني عندك ست اعتدال. هلأ الحرف اليدوية بشكل عام هي حكاية من تراثنا الجميل، أي فن بالمحصلة هو يقدم نور للآخر. فالأعمال اليدوية رغم أنه المواد اللي أنت تستخدميها بسيطة، بس تبقى مميزة، فيها ابتكار، فيها خيال، هي شيء جميل من موروثنا اللي نحن ورثناه عن أمهاتنا، ونحاول ننقله، لأنه تعرفي أنت بهذا الظروف ممكن شوي بلش بالاندثار يعني. فنحن طبعا مع إضافات ولمسات جديدة وابتكارات جديدة تتناسب مع واقعنا الحالي يعني.
كثير حلو. يعني نحن ننقل مشغولات جداتنا بألوانهم برسوماتهم وزركشاتهم، ننقلهم لقطعة اليوم عم نستخدمها مثل ما هلا نحن عم نشوف. نشوف كمان مشغولاتك انه ممكن جصدان اليوم نضيف هاي اللمسات، يعني ما نتركهم مثل ما هن، انما عم تحوليهم لقطعة تستخدمها السيدة اليوم الصبية. صحيح، يعني حتى فيكي مثلا انا شو اعمل؟ كنزة لبنات أخي، بنات أختي، كنزة قديمة نفكها نعمل منها شغلة جديدة. يعني خاصة نحن بعد ما تركنا البيوت وراحت وصرنا هون موجودين، يعني هذا ضمن إعادة التدوير تماماً والاستفادة تماماً. وهو يعني للحقيقة بهاي الظروف ممكن تكون في ورش جد وتعمل دخل للمواطن، يعني حتى سيدة البيت ممكن تمارس هاي المهنة وهي ببيتها. يعني حتى أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة اللي يمتلكون مهارة يدوية ممكن، لأنه هو يعلم الهدوء الانضباط حتى يعطيك ثقة بالنفس سعادة. هلا هاي المشغولات اللي عم نشوفها هي كلها اشتغلتيها هون بلاد إيه؟ ايه طبعا. وحملتي فيها شيء من تراث مدينتك الرقة، يعني بالرسمة بالقطبة، فهون في خصوصية حتى بالألوان، هيك اللون العنابي مع لون الأرض هيك الأصفر، في شيء من خصوصية مدينة الرقة وألوانها. يعني ممكن بلد خير، بس نحن عادة يعني سيدات السوريات كلياتهم في عنا هذا الموروث. تتذكرين أيام الأمهات والجدات، الكل كان عنده ميزة بالأعمال اليدوية على اختلافها، تطريز، كروشيه، حلي. فحتى أولي يعتبرون السيدة إذا لما تشتغل بجهازة من مشغولاتها اليدوية هذا شيء ميزة، يعني أكبر. تماماً، دائما اليدوي قيمه يحمل قيمه، يعني هون طبعاً. حتى لما بنحكي على الفن التشكيلي اللوحه الرسمه كونها هي نتاج انسان مشاعر. تماما تماما، حتى في دراسه لعلم وابحاث في علم الاعصاب انه الاعمال اليدويه كونها تتطلب تركيز ودقه واسترجاع للمعلومات، فهذا يعطي صفة إيجابية للصحة العقلية طبعاً. حتى يقال أنها تحمي من الشيخوخة. صحيح. في كاتب اسمه لورانس كاتس كتب بكتابه ابقي عقلك على قيد الحياة، يقول أنه الصحة العقلية تتدهور ليس بسبب موت الخلايا وإنما بسبب فقدان الاتصال فيها. صحيح. وأوضح وأكد على أنه الفنون تسهم في هذا الاتصال بين خلايا الدماغ. صحيح. أذكر لك حالة، في طبيب كندي، طبيب أعصاب مشهور جدا، فكان دائما بعد ما يعالج المرضى ونجاح العمليات الجراحية شو يعمل؟ يقدم له كنزة صوفية متقنة الصنع. اكتشفوا بعدين المرضى أنه هذا الطبيب هو بأوقات فراغه يمارس مهنة حياكة الصوف للاستمرارية، لأنه أنت العمل اليدوي هذا التناغم بين الإيدين والأصابع والإيدين والعيون يعطيكي قدرة وطاقة. لذلك نحن بنعرف قد ايه هي مهمة بالتربية، الأطفال بيعطون دائما المعجون يشتغلوا بإيديهم ليشغلوا مع العقل، مع يصير حركي مع ذهني. مثل ما قلتي ذوي الإعاقة اليوم قد ايه عم بتوجهوا للفنون اليدوية والتطبيقية لحتى كمان ينموا الدماغ، فما بالنا بإنسان يكتمل مكتمل بمشاعره بأحاسيسه بتجربته بثقافته عم بيقدم لنا قطعة فنية. فأنا هون لما شفت أعمالك ست اعتدال قلت يمكن بكل قطبة في حكاية وفي جرح. أكيد، يعني الرقة، وأنا مهجرة من الرقة، ولكن بس أنا أحب أضيف لك أنه أنا آخر حدا طلع من الرقة، وكنت لحالي. أنا طلعت وسيطرة تنظيم داعش الرقة، وظليت أنا والغاية أنه أنا أكون يوما ما شاهد عصر على جرائمهم وأفعالهم، وكتبت قصص، خلينا نقول حكاية. ربما أنا لست كاتبة، ولكن بلحظة صدق، بلحظة رعب عشتها، أنا حاولت ترجم هاي مشاعري لكلمات. شاركت هون باللاذقية بمجموعة نشاطات باحتفالية حنامينا. الرقة اللي كانت إحدى منازل الدنيا الأربعة، في الدنيا أربع منازل، دمشق والري وسمرقند والرقة. الرقة اللي مر فيها العظماء الفاتحون، سرغون الأكادي، حمورابي المشرع، سيلوقوس نيكاتور اللي أسس مدينة الرقة وعمل بالرقة، كالينوكس،
الإسكندر المقدوني، كان فيها أسماء لامعة، وأنا أحكي لك هذا الحكي من قبل التاريخ إلى يومنا. التنمخري المؤرخ، عبد الحميد الكاتب، ربيعة الرقي، البتاني عالم الفلك. الرقة كان لها مجد يليق بها، ولكنها الآن أصبحت خرابا وركاما. إن شاء الله سيعود المجد للرقة مع تحرير كل أراضينا إن شاء الله. ويعني طالما هذه الهمة وهذه الثقافة والإرادة لدى شعبنا، لدى كل منتمي لمدينته ولأرضه، فهي لابد سيعود إليها أحبتها بالتأكيد. فمع كل قطب حكاية بنرجع مثل اللي هاللي حكيتي لنا ياهن. وبعرف أنه عندك اهتمامات أدبية، وحضرتك كنت عضو قيادة فرع شبيبة، وبنفس الوقت كنت مشرفة على المكتب الثقافي، واهتميتي بكثير من المواهب الشابة بهذا المجال، وأيضا تكتبين مثل ما قلتي مشاهداتك وأحاسيسك عبر مقطوعات أدبية وقصص قصيرة. صحيح، أي أنا كنت مكلفة بمهمة عضو قيادة فرع شبيبة، رئيسة مكتب الثقافة. طبعا هو مع كثير مجالات مكتب الثقافة، بس من ضمنها هي كانت المسابقات الأدبية اللي تصير على مستوى القطر، بالمقالب، بالمسرح، بالخاطرة، بالقصة القصيرة. فأنا الشباب اللي كانوا يشاركون كنت سميهم أولادي. جد هلأ أنا سعيدة كثير أني صار لهم اسم، وخاصة بالفترة الأخيرة شاب اسمه المغيرة الهويدي كتب رواية قماش أسود، وأخذت جائزة غسان كنفاني للرواية العربية بدورتها الأولى 2022. رواية هي عن النساء السوريات في ظل ذروة سيطرة تنظيم داعش. للحقيقة رواية تحفة فنية، وأنا بهذا المنبر أتمنى أنه يصل صوتي للمخرج العملاق عبد اللطيف عبد الحميد. للحقيقة ستكون عملا سينمائيا يضاف إلى إرثه. أنا هون باللاذقية وجدت نفسي للحقيقة بالمجال الثقافي، طبعا بفضل نذير أخي يعني كتير. فأنا أشارك بنشاط بين دفتي كتاب السيدة رحاب جعبري، اقرأ مع العاديات الصديقة رولا سلوم، ومبادرة اقرأ معنا باللاذقية طارق سلمان. هي نختار اختيار رواية والمناقشة طبعا، وهناك متعة القراءة ومتعة الحديث عنها يعني. نعم. هلأ رح ينضم لنا أيضا وردة جديدة من عالم كتير جميل، شاب أيضا يعشق مادة الخشب ويبدع أعمال فنية، رح نشوفها هلأ ونسمع من تجربته. ونرحب بضيفنا الفنان يوسف عيسى، ومنقول لك شكرا ادهم بالتوفيق، واهلا وسهلا بيوسف. هلا بالورد. هلا بالورد يا لما هلا حبيب ومغرم بالهوى صبابا، نزلوا على بنت الاماره قبل ان. يا صباح الورد يوسف، اهلا وسهلا فيك. شو قصتك مع الخشب؟ والله من صغري بحب الخشب، علاقتي فيه هي عشق الخشب، وبحب التفاصيل تبع الخشب، وكل شيء بحالنا موجود الخشب جزء اساسي منه. والخشب ماده حيه حي. يعني اصاله روح يعني، فحبيت طوعه هيك وحطه بمكان يليق فيه. كيف انت هيك لحالك بلشت مثلا تشتغل تنحت تعمل، حتى هيك شوي شوي عم تعمل تشكيلات، تعمل ديكورات، تعمل اعمال فنيه كثير حلوه؟ بيعيش عمره هيك، بيكون عم يدور على حاله بشيء بيحبه يعني. وانا من فتره قريبه يعني حبيت الخيال اللي عايش فيه اعمله واقع، من سنتين تقريبا. وبلشنا بالصدفه هيك حلوه، كانت مناسبه لعيد ميلاد شخص غالي علي، نزلتها على الفيسبوك، فلاقت هيك اعجاب رفقاتي، وصار يشجعوني رفقاتي، فقالوا لي وسع، وصار يوصوني على نفس الشيء. بلشنا بدايه بسيطه مثل بعده بسيطه، والله هيك انا علي بفريق، في شخص استاذ علاء قرحيلي سخر كل امكانياته وكل ورشته ل يعني يطورني. ما كنت انا كثير ملم بامور النجاره من فهو حابب يعني ورشه، يعني ورشه حط الورشه كل شيء لحتى نطلع العمل هيك. حلو، قلت فكره انه الحلم يتحول لحقيقه، قد ايه هيك انه معناها كانت بذهنك بس بدك شيء بقى تبلش. هي بدها هي شراره تبلش، انه أيوة. صراره او صدفه او شيء لحتى يطلع كل هالمخزون اللي جواته من خياله
ويكرسوا ويحطوا بقطعة فنية أو أي شيء ديكور أو أي محل أو مناسبة أو هذا إيه. المخزون من وين تراكم عندك؟ مشاهداتك ولا رغبة بداخلك قادر تشكل فيها؟ من صغري مثل ما حكيت من شوي، من صغري واحد بيكون يعني خياله خصب دائما، من الطفولة خياله خصب بشغلات بتعني له، مثلا في ناس بالكتابة في ناس بالقراءة، أنا بحب التفاصيل، وكل ما انتبه كل ما مرت من محل بتعني لي التفاصيل بالمحلات باللوحات بالأي شيء في خشب يعني، وحبيت أنا أطوره بالموضوع هذا. هلا الأعمال عم نشوفها قد ايه فيها فن، قد ايه فيها تشكيلات حلوة، هون كيف عم تعمل التصاميم؟ ممكن بلوحة أو بتشكيل يعني له أبعاد بزاوية خشبية حلوة، يعني عندك كثير تنوع بخيارات التصاميم. والله أول ما بلشت أنا خفت أوقع فخ التكرار بالموضوع. هلا الإنترنت عالم واسع، يعني في واحد بتكون باله فكرة بس ما بيعرف يطوعها بشيء معين، النت عم يوفر علينا شوية وقت وشوية جهد بموضوع الديكورات وانا بعتمد اكثر شيء بشغلي على البساطه اهم شيء، يعني الناس هلا صارت كلها عم تعتمد على البزخ بموضوع الديكورات كذا. لا اعمالك صغيره بسيطه بس كثير فيها لمسات، كثير فيها فن يعني. يعني بحب دائما اضيف لمستي بالموضوع، انا اكثر شيء انا كنت اول شيء خاف من موضوع انه انا ما احط اللمسه اللي هي بتلفت الاشخاص بتلفت الجمهور مثلا لشغلي، فحاولت قد ما فيني هيك اعتمد على حط اللمسه الاخرانيه يعني. لو من كسر خشب صغيرة أنت عم تحيلها إلى قطعة فنية، أي شيء بالخشب فيك تشتغل فيه، أي شيء يعني أي شيء. شو نوع الخشب اللي مشتغل فيه؟ دائما في عنا خشب الزان، خشب السويد، خشب الشوح، خشب السنديان، ومن الأشجار البلد عنا مثلا إنه فيك السرو والصنوبر، كل واحد له روح وله عرق خاص فيه. لو من بقايا صغيره عم تعمل قطعه فنيه يعني. كل هنا هي اكثر شيء شغلنا، انا انتبهت على شغلي كله بسيط مانوال. ايه تمام بسيط بس فيه فيك في فن. اي ماده خشبيه فيك تطوعيها، مجال الديكور، مجال الهديه، صمديه، اي شيء. ساعدتك العده مبدئيا، قلت عند رفيقك انه اعطاك العده، بس يعني هلا ممكن انت لاحقا تصير بقى ورشتك انت لحالك بعمل اعمال فنيه يعني. هو من اول يوم بلشنا فيه يعني قد ما فيني حاولت اطور بموضوع العده، موضوع الفريق اللي معي بالشغل، ان كان مصممين، ان كان بخ، ان كان نجاره، ان كان الات تشتغل على الذكاء الصناعي. حاولت قد ما فيني اوسع بشغلي انه رحت انطلق. بس التصميم هو الاساس، الفكره اهم شيء، النظره للقطعه اللي عم تشتغليها انت، نسبه تناسب والشغلات. شو حسيت اضافت لك بعد ما بلشت تحقق حلمك؟ كيف انعكست عليك؟ ونحن شفنا قد ايه عندك رغبه انه حابب تقدم فنك، حابب تقدم اعمالك يشوفوها الناس، يعني قلت لي انك لاقيت كثير تشجيع، فهلا انت في طور انه يضل حدا عم بيشجعك ويضل. والله حاله الحب لشغلي، الحب للموضوع هذا، لهلا من سنتين ما خف الشغف ولا خفت المحبه للشيء. ان شاء الله هيك محبه دائما، نضل نقدم شيء جديد وحلو. ست اعتدال، قد ايه الحب مهم؟ انه نحن نحب الشيء اللي عم نشتغله، نحب اللي حوالينا، ينبع من داخلنا الصدق والحب. مثل ما يقول الرومي، كل هذا الكون الشاسع نحتويه داخل قلوبنا حين نحب. صحيح. فما بالنا اذا نحن حبينا عملنا اللي بدنا نقدمه. تماما. هذا يعني حتى بالحرف يدويه تعتبر يعني طبعاً، لما الانسان يبدع بعمله ويشوفه بعد ما ينتهي جد يصير عنده طاقه، ثقه بنفسه، كثير يشوف حاله انه عمل هذا الشيء المميز المبتكر يعني. هذا اللي سالتك عنه يوسف، انه لما بدي تتحقق هذا الشيء قديش حقق لك فعلا طاقه ايجابيه بداخلك، انه انت هذا اعطاك مد انه لسه بدك تشتغل وبدك تقدم وتعطي. والله طاقتي بالشغل بس من عيون الاشخاص اللي بتاخذ شغلي، يعني انا بحب اللي بيفرجي بيها الشخص انه انبسط بشغلي، انبسط بالقطعه، انبسط بشيء، انا هاي عندي اياها بتسوى الدنيا كلها. قد ايه مهم الايدين لما بتشتغل؟ مثل ما قالت ست اعتدال انه العمل اليدوي، هلا انت صح ورشه وعده، لكن بالاخير في ايدين هي اللي عم بتصيغ الشيء النهائي. قد ايه مهم؟ ماشي معتمد على الحواس يعني، تحطي حواسك كلها بالقطعه. كان بالنظر، ان كان بالايدين، ان كان بالاحساس اللي ملمس القطعه شو هي، نحن عباره ان شغلنا كله فن مطلق يعني، باي شيء بنشتغله ان كان كبير وصغير. ولهلا يعني عندي نفس الشغف
انه لحتى اشوف القطعه بالمظهر النهائي لها. عم بتكون راضي عن شغلك لحد الان؟ لحد هلا تمام الحمد لله. بحب اتطور انا، واضح بحب اتطور بظرف الظروف الصعبه اللي عم نمر منها. يعني عم اشتغل، عم حاول قد ما فيني اتطور من شغلي، وحاول قد ما فيني اوسع من شغلي لحتى انتشر. وبيحس الواحد بالفن انه في جانب بحياته تعبى صح، يعني انه امتلأ بشيء بمساحه جميله كلنا عم نبحث عنها اليوم. هي الهويه، اكثر شيء هويه الواحد، يعني بحس حاله انه لاقى حاله بموضوع بشغل. بتعيش الشاب بيعيش كل عمره الصراع انه ما بيعرف شو بده يشتغل او شو بده يلاقي او شو بده يشق. لاقى حاله مثل ما بيقولوا، لاقى حاله بموضوع انه بحبه. فبذلك الابداع والشغف دائما. قد ايه حلو الابداع ست اعتدال، بانه هو مساحه مضيئه بحياتنا. اي جانب ابداعي عند الانسان هو ضوء في حياته. بالتاكيد طبعا. يعني أنا سعيدة هون إنه جد نحن يمكن المجموعة، يمكن لأنه نحب هذا العمل اليدوي للشيخ. الإبداع هو بصمة رح يتركها الإنسان مهما طال الزمن يعني. فما بالنا أستاذ ياسر إذا عم نحكي على اليدوي والإبداع والإحساس وقديه بده صدق، فما بالنا بالغناء والموسيقى اللي هو روح عم تطلع بدها توصل، يعني شيء من روحنا عم يطلع صوتا ومن أناملنا عزفا بدها توصل لروح أخرى. لذلك هو يمكن ربما الغناء يكون أقرب الفنون، يعني من أول دقيقتين بتحس أنك ارتحت يعني. فهون قديه اليوم نحن بحاجة الموسيقى والأغنية والصوت لنعيش هاي الأحاسيس. هو الفن كله بشكل عام انه بيعبر عن ما يجول في داخلنا، فهذا اللي بيجول في داخلنا ممكن الاستاذ هون يطول لحتى يشوفه العالم، بس نحن مباشره يعني بنقول شو في داخلنا لازم يعرفه. من اول لحظه غنيت استاذ لك زملائنا المصورين يعني حبوا، صاروا هلا يقولوا لي ارجعوا بقى غنوا، ارجعوا نسمع الغناء. فهو دائما الحاله اللي بتحرك مشاعرنا. زميلنا المصور فداء طالب منك اغنيه بقى كمان، شو بدنا نسمع؟ أمان 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 يا باي. أتري الكاس وطيبها بعطر من الأمان، واسقني إن عيني إن عيني لا ترى شيئا سواها. فليقولوا ما أرادوا فليقولوا ما أرادوا فليقولوا ما أرادوا. أنا صب في هوا خمرتي كاس الحمية ودعيني في هوا. إن عيني في رضا وفوق النخل فوق يا بفوق النخل فوق ومدري لما خدا يا بمدري القمر فوق والله ما ريده.
بالتني بلوى وبالله يا مجرى الميه بسلم عليهم عليهم والله يا مجرى مي سلم عليهم عليهم وصعباني الفرقة علي اشتقنا إليهم إليهم والله ما ريدا وبالتني بلوى هيمتني هيمتني عن سواها أشغلتني هيمتني هيمتني عن سواها أشغلتني أخت شمس ذات أنس أخت شمس ذات أنس دون كاس أسكرتني قدك المياس يا عمري يغصين الباب كي يسري قدك المياس يا عمري يغصين الباب كي يسري وانت أحلى الناس في نظري جل من سواك يا عمري خيم علينا أنا وحبيبي بجنينة الورد خيم علينا أنا وحبيبي بجنينة الورد خيم علينا طلب مني وصاله يا ربي تستر علينا قدك المياس يا عمري يغصين الباب كاليسر قدك المياس يا عمري يغصين الباب كاليسري وانت احلى الناس في نظري جل من سواك يا عمري. الله يا استاذ يسلموا يسلموا ولك تحيه من زملائنا كلهم بالكنترول كثير مبسوطين وعم يسالوني انه هلا الناس كلها بالارض اليوم موسم الزيتون الله يبارك يا رب مواسمنا ممكن يكونوا هلا بالارض عم يقطفوا خاصه يوم الجمعه بينزلوا تنزل كل العيله وهي الصوره الجميله لمواسمنا انه العيله كلها بتشتغل بموسم القطاف في شيء اغنيه للزيتون هيك او بهالحاله اللي بنسمع لبيعه هيك لبيعه هلا بنختم فيها بس انا بعد ما ارجع للست اعتدال اليوم اي موهبه باي عمر نحن كثير مرق معنا سيدات ممكن بعد ما ربوا اولادهم وبعد ما خلصوا شغلهم التفتوا لهي الفنون باي عمر نحن ممكن نعبر ونقدم فشو بتقولي للي عنده لو اهتمام صغير ما يستهين فيه ممكن يطلع معه شيء جميل يعني هي اكيد الموهبه ما لها عمر محدد انت تقرأين تشوفي ناس كثير بعمر كثير متقدم وصلوا لمراكز جدا متقدمه الموهبه أنا أتصور إني في مقولة جميلة إنه نحن كلياتنا منحنا الموهبة كهدية لكن فقط قلائل اللي استطاعوا فتحها وهذا الشيء وزاد إنه عقابه بتنميتها وصقلها الموهبة ما لها عمر محدد يعني ممكن أنا من المرحلة الابتدائية هي كان تعليم الوالدة الله يرحمها بس ما لها عمر وانا طبعا بس ما اهملتيها لا ابدا يعني ضليتي انا محافظه طبعا باطار يعني شخصي بس انا بعد ما شافوا رفقاتي وقالوا الاعتدال العرضيه يعني حلو الاعمال فانا هلا يعني جد اي سيده بحاجه يعني انه تتعلم
كمردود دخل انا ممكن اعلمها يعني. اكيد اليوم هاي المشاريع الصغيره عم بتصير مشاريع اقتصاديه. صحيح. لسيده تشتغل تسوق. مش قد كان الاعمال التراثيه عندنا لها اهميه بجذب السياح. طبعاً. كانوا جدا يحرصون على اقتنائها، بس يمكن شوي هلا بهاي الظروف شوي خفت يعني. هو حتى كل وحده ببيتها، لا يخلو بيت اليوم من قطعه شغل ايد الام والجده. ممكن مثل ما قلنا كمان نتهادى لبعضنا، وتصير نحن اليوم مشغولاتنا شغل ايدنا، هدايا انا شغل ايدنا. تماماً. احسن ما يعني تكون هيك من برا او مستورده او قطع ما بتشبهنا. فخلي نرجع لهي الثقافه. عم نحاول يعني. ان شاء الله بالتوفيق دائما. وانا كثير بتشكر حضورك الجميل. شرف كبير بهالروح الحلوه. تسلمي. ويعني وانا عندي هيك امنيه يا رب ان يكون المستقبل قريب ونفتح لك قلوبنا وبيوتنا في درتنا الحبيبة إن شاء الله. ونكون نحن كمان ما رح نقول ضيوفكم، الأهل معكم. نكون برقتنا العزبة دائما. هذا الشيء يوسف منأكد فيه إنه في إذا حدا داخله شيء موهبة نقول، أو بتضل بتلح عليه يعني بوقت ما بدها تطلع وبدها تتنفذ. بس علي الواحد ينتبه لها يعني. انت 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 كثير اليوم مثال لهالحاله، انه لو بقيت بداخلك بس بدك تعملها يعني. بدك بدي اعملها الحمد لله هيك. وكثير مبسوط من المحل اللي وصلنا له، وبشرك كثير على استضافتك لنا، وبتمنى ان شاء الله هيك وضع البلد يرجع مثل الاول واحسن، ترجع الامور ان شاء الله بلدنا بخير ان شاء الله. وبهمة كل حدا فينا عم بيقدم اليوم شيء، هو عم بيقدم إضافة يعني. فكمان بتمنى لك التوفيق وأعمالك كتير حلوة وبتنم عن ذوق وفن، وإن شاء الله رح نشوفها بنطاق أوسع بعد ما هيك تجربتك أنت تكون وصلت فيها لمراحل متقدمة. بتمنى لك كل التوفيق. شكرك طبعا. وبدي أتشكر أدهم مناع اللي كان معنا، هي ضمتنا اليوم كانت، واللي توجه الأستاذ ياسر بالغناء والعزف، واللي هلأ رح نختم معك أستاذ ياسر. وكتير استمتعنا بهذا الحضور الحلو اليوم بباقتنا بضمة ورد. شو بتحب تقول ونختم غناء؟ بتشكرك وبتشكر الكادر اللي قايم على البرنامج هذا، وان شاء الله نكون قدمنا شيء يرضي الجمهور والشعب السوري كلياته ان شاء الله. وشو راح تقول هلا للي عم يسمعونا وهن عم يسمعونا؟ عم يسمعونا رح في اغنيه للضيعه عامله انا من زمان هيك فتره منيحه. نعم. يا طير الحامل اخبار، قل بضيعتنا شو صار؟ يا طير الحامل اخبار، قل بضيعتنا شو صار؟ خبرني عن جرن المي، خبرني عن جرن المي والصبرات الخلف الدار، والصبر الخلف الدار. يا طير الحامل اخبار، قل بضيعتنا شو صار؟ خبرني عن جرن المي، خبرني عن جرن المي والصبر الخلف الدار، والصبر الخلف الدار. برجدي هالمليان سمسم حنطة وتني بسان، عم برجدي هالمليان سمسم حنطة وتني بسان، سامو كركيزي عشقان، سامو كركيزي عشقان، قولوا جاقم زينتو النار، قولوا جاقم زينتو النار. حباطة تحمي التنور بإيد الحلو الكارة تدور، بحباطة تحمي التنور بإيد الحلو الكارة تدور، كما جي سخني وش مندور،
الطيور اتناجي السخني وش مندور وكاسة زوفة ومعها فطار كاسة زوفة ومعها فطار يا طير الحامل أخبار قل بضيعتنا شو صار خبرني عن جرن المي خبرني عن جرن المي والصبرة الخلف الدار والصبرة الخلف الدار.